اهلا وسهلا متتبعينا اش ام تي في نيوز. اليوم عاوتاني كنتلاقاو مع خونا فركوس. تبارك الله على سيدي عبد الله تيكونا او عبد الله فركوس. قلت يا خو شفيق جات معك اولا عيد مبارك سعيد. الله يطول عمرك. المغاربه جميع الناس المتتبعين ديال هذا القناه ديال هذا المسطي، هذا راه يا خونا مسطي، هذا راه واحد الصحفي مسطي ما عنده فين ثقيل ولكن القلب كبير. الله يطول عمرك سيدي فركوس. دوزتي واحد الاخراج ديال واحد الفيلم بالصويره اللي هو سميتو الويكاند. من مراكش الصويره. تكلمنا عليه غير شويه مقتطفات، كيفاش كان الفيلم، كيفاش دازت الاخراج ديالو. هي التجربه اللي زوين فيه، هو تجربه زوينه. هما الفيلم هو من انتاج ديال دوزان، والتجربه اللي فيه هو تصوير ما بين مراكش وشيشاوه والصويره، وكانت واحد الادماج بين ثلاثه ديال المدن هو اللي جميل. وكانت واحد المتعه ديال واحد الوقت ديال التصوير مع ليكيب ومع الممثلين، كان عايشين في واحد الجو اللي هو كان رائع. الممثلين اللي كانوا معك سي عبد الله؟ وكانت طبعا اختي فضيله بن موسى، والاخت بشرى اهريش، وعبد الله فركوس، وعبد اللطيف الشقرا الله يطول عمره. هذاك ديما تنزيدوا البركه ديالنا ضروري. وكاين واحد الفنان مراكشي مغني ديالنا اللي زعما ديما تنحماق عليه، هو بدر المراكشي. بدر المراكشي واش دار معكم التمثيل؟ لعب معايا واحد الطويل. هو اللي لعب، هو ذاك الكوب اللي تيسافر معاه سهام سيستان، هذو من الممثلات اللي تيقولوا دابا تسموها بحال قلتي خليفه ديال فضيله بن موسى. وطبعا وكاينين الدراري الصغار، وكاين واحد البنت اللي هي من الصويره، درنا الكاستينغ الصويره على بنتي زوينه، واحد البنيه اول مره غادي تشوفوها في هاد الفيلم. زعما كانت تجربه زوينه، وكان الفيلم زوين، والسيناريو ديال السي عبد المجيد المهدوبي، والسي بدر غادي يدير لنا الموسيقى في الفيلم. والحمد لله التجربه كانت زوينه، وغادي نصيفطك بعد ما يكينو باش توريهم للجمهور ديالي. امتى غادي يكون بالضبط هاد هو البرمجه؟ حنا ما عمرنا كندخلوا فيها، حيت هو الانتاج ديال دوزان. هما اللي كيختاروا الوقت ديالهم. ديما هما تيختاروا وقت زوين باش يدوزوا الفيلم للشعب المغربي في وقيته زوينه. مزيان. سيدي عبد الله شناك داير النظيرات؟ واش دخلتي لعالم النظارات ولا؟ لا دخلت لعالم الشيخوخه. دابا نجي نجري السرعه بين كل تلبس النظاره. باش تعرفي راسك شنو كتاكل. نعرف واش داك الشيء واش غادي مزيان، ونستقبل الناس والضيوف كي جيتي انت، ومرحبا بك. تبارك الله عليك. عرفتي انا ما كاينش اللي عجبني قد النحاس اللي داير هنايا. واش هذه عمرك طيبتي فيها الروز وكسكسو؟ ماشي الروز، هذا نطيبو فيها المبخر. اللحم المبخر، الغلمي المبخر. في النحاس بحال هكا؟ في النحاس. حنت الماكلة في النحاس، علاش تلقى دوك الضيوف القدام ديك الساعة عند جدودنا وتلقى ديما النحاس عند مبخرش النحاس. النحاس فيه الطيب ديالو بوحدو. بنا اخر بنا وصحي لواحد الدرجه ما تصورش، ماشي بحال الكوامل والكوكوت وداك الشيء. تبارك الله على السي فركوس. هذه الريستو الثانيه ولا الثالثه هذه اللي عندك؟ الثانيه. كاين واحد لاكار غريبه كاين الخطابي. علاش عبد الله فركوس ما اختارش يدير شي ريستو بار، يعني دير فيها الشراب ودير فيها؟ ما بيني وبينك ما حرفتيش. ما حرفتيش. الناس هما الفيلم فركوس ولد الشعب اللي هو شعبي، وحنا تيهمونا العائلات. ايوا الحمد لله دابا حنا علاش حنا مشينا تربينا على هذا الشيء؟ التربيه ديال الوالدين والتربيه ديال البيئه فاش عايشين، وكذلك الحي فاش عايشين. حنا كبرنا شعبيين، وكبرنا ناس اللي تيقول لي تيشم يدي وتيشم. سيدي عبد الله بهذه المناسبه بغينا نعرفوا المهنه ديالك الاولى اللي بديتي بها. عرفتي انت كل شيء عرفتي. بغيت نعرف وبغيت شي ناس يعرفوا المهنه الاولى اللي بديتي بها. الناس غادي يسولوك انت وغادي تقول لهم كل شيء، راه انت عندك التاريخ والجغرافيا ديال فركوس. انا عندي حتى قزاز بعدا معايا في العيد. واش كتذبح بوحدك؟ لا كنذبح بوحدي. انت قريتيني. لا هذيك اللعبه ديال تحيد الراس وتحيد البطانه وداك الشيء ما كاينش مشكل. وكون ما كنتي صاحبي راه نحيد لك الراس. اسيدي عبد الله انا ما كرهتش انك نهار العيد ان شاء الله صور لي مقتطف ديال الذبحه ديال الحاولي وصيفط لي، بغيت الناس يبغاو يتمناو انا يشوفوها. صيفط هذيك اخويا نشوفوا زعما الذبيحه ديالك انت هذيك انت كزاز. نهار ثاني تعيد غادي نحلو واجي تلقى التصويرات هنايا. نهار ثالث عيد ان شاء الله نحلو الريستورا واجي مرحبا اجي عيد معنا كاع. سيدي عبد الله هنايا سمعت ان جا عندك المنتخب هنايا. جاو الدريات المنتخب، جاو فرحانين مساكن وكبرنا بهم. زعما فرحت ملي جاو عندي. اشنو لك الاختيار ديالهم في الماكله؟ اخويا
في الحقيقه باش يعجبوني داقوا كلشي اللي خدات طنجيه اللي خدا لا اللي واعره حتى شنو هي كنمشي شي بلاصه باش ناخذ طاكوس كنقول يعطيني طاكوس ديال فركوس ديال طاكوس فركوس حيت بقات عندي ديك في الدهن ديالي ديال اعطيني اخويا طاكوس ديال فركوس لعابه عجبهم الحال وفرحانين وزعما وداروا صور ولقطات ديالهم وزعما حنا كي قلت لك قبيله المحن ديال المغاربه جميع العائلات اللي جاء الف مرحبا بها داكشي اولا تلقى لما في العرس عمر الشاف عندنا هنايا داكشي اللي صار عليه باش يكون داكشي بيو ويكون ديال الدار وتكون الماكله ديال الدار ويكون داكشي نقي وهذا هو المهم عندنا حنايا والربح راه الله اللي كيضمنو لك الانسان يشفي واللي في رزقك تيوصلك قال لك الميداميه الله واللي كرم الله تيذكر خلاصة القول شنو غتبغي تقول لنا في مناسبة ديال العيد الأضحى؟ إيوا بمناسبة العيد أولا تنباركوا العيد المغاربة جميعهم وعلى رأسهم سيدنا الله ينصرو محمد السادس الله يخليه لنا والله يطول له عمره وتنباركوا العيد العائلة الملكية وتنباركوا العيد لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن ومرحبا بهم ونتمنوا لهم صحة طيبة وصحة جميلة وكل ما تمنوا وتنقول لهم واش المبروكة من الصباح حتى الظهر طاكوس افريكوس افريكوس